بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا حابة النهاردة ان انا اوريلكم ازاي نحول اي بطاطس قديمة ان احنا ازاي نحولها لبطاطس جديدة في القلية كده ولونها يبقى كويس. تمام، انا اول ما قليت البطاطساية دي فسودت كده زي ما احنا شايفين، ما عجبتنيش ويعني ضايقت، حاولت ان انا يعني اغير واجرب يعني ونجحت معايا الطريقة، فقلت ان انا انقلها لكم. تمام، عملت ايه؟ رحت جبت مية وقلت اجرب، هي كده كده البطاطس بايظة او يعني مش هينفع ان انا اقليها، اجرب ان انا اسلقها. فجبت البطاطس صوابع زي ما هي وسلقتها اهي مية في مية مغلية لحد ما بتوصل معانا ان هي، عايزه اوريها لكم ان هي تضغطي عليها كده اهي، بصوا يعني سليق بس مش مهريه، بس ان انت تضغطي عليها يعني تبقى مستويه. تمام، بس مش مهريه. تمام، وبعدين اخدتها على طول على الزيت وقلتها، فالحمد لله نجحت وبقت بالمنظر ده اهو. تمام، اهي شايفينها، هي دي نفس البطاطس، نفس نوع البطاطس. انا شلتها اهي قدامكم وسلقتها، والله هي يعني سلقتها وحطيتها فاتعملت كده، ففرحت جدا قلت لا لازم اشارككم، لان انا كنت الاول لما اجي اعمل بطاطس والاقيها كده بالمنظر ده كده بزعل جدا واحس ان انا رميت الفلوس في الارض يعني، ومحدش طبعا من الاولاد بيرضى ياكلها. تمام، هي نفسها طبعا بتبقى طعمها مش كويس، ففرحت جدا اول ما ادتني النتيجة دي وقلت لازم يعني كله يعني يشوفها، وان اي حد عنده طريقة تانية برضو لعلاج البطاطس القديمة يقول لنا في التعليقات لو في، بحيث ان احنا كلنا نستفيد. تمام، بس وحبيت ان انا اقول لكم ان انا بعد ما اعمل المرحلة دي ممكن كمان افرزها، ممكن احطها في الفريزر، اصفيها واحطها في الفريزر احفظها زي البطاطس الفارم فريتس اللي هي بتتباع، تمنها طبعا بيبقى غالي، ولكن احنا لو جبناها وعملناها كده مش يعني مش هتاخد معانا اي حاجه، ممكن كل يوم نعمله شويه بطاطس ونحطهم في كيسه ونحطهم في الفريزر على قد ما احنا نكون فاضيين، يعني نقعد واحنا قاعدين كده نقطع شويه ونحطهم في الايه، في الفريزر علشان نفرزها. تمام، بس انا كمان حابة ان انا اجرب الشيبسي، ولو نجحت معايا في سلقها واحطها في الفريزر برضو، لان الشيبسي طبعا بتبقى جميلة، حابة اقول لكم في التعليقات، حابة انزل لكم ان انا جربت الشيبسي وفرزتها ونجحت معايا. بس الصراحة انا ما جربتش الشيبسي ان انا احطها في الفريزر وافرزها يعني اسلقها وافرزها، بس جربت قبل كده ان انا ما سلقتش البطاطس وحطيتها في الفريزر، طبعا اسودت. يعني يا ريت محدش يجرب كده، لان هي باظت كلها، اللي انا عملتها وحطيتها في الفريزر باظت، لو ما سلقتهاش هتبوظ، هتسود، وحتى هتيجي تقليها هتلاقيها جامده زي الكاوتش كده، فهتبقي خسرتي البطاطس كلها. فقبل ما تحطوها في الفريزر لازم تتاكدوا ان هي مسلوقه، ومسلوقه كويس جدا بس مش مهريه. تمام، بس ولو حد عنده طريقة تانية يقول لنا في التعليقات بحيث ان احنا نستفادوا منه، ولو حابين ان احنا نعمل مع بعض طرق تانية للبطاطس، لعلاج البطاطس القديمة، قولولي في التعليقات وانا ابدأ ان انا انزل لكم. وهي اخر حاجة شكل البطاطس، هي انا فرحانة بيها جدا ان هي حولتها من قديمة لبطاطس جديدة، واتمنى ان هي تنول اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.